السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال تحضير خبز المقلات اللي هو عامل ضجه هذا الوقت. بصراحه كيجي رائع وخفيف واسفنجي، والصوره كتوضح لكم. وما تنساوش اخواتي الا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده. ودابا نبداو على بركه الله، فبقوا معايا. ودابا باش نحضروا الخبز ديال المقلات غنحتاج جوج ديال الكؤوس ديال الطحين ونصف، اي ما يعادل 250 غرام، فهما الكؤوس ديال العنبه بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. ونحتاج نصف كاس ديال القمح الصلب، اي الطحين ديال الفينو. ونحتاج معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، ومعلقه كبيره ديال سكر سنيده، وجوج معالق كبار ديال زيت نباتيه. وغنحتاج الملح على حسب الذوق والماء الدافئ للعجن. ودابا نبدا على بركه الله، نوضع الخميره وسكر سنيده، وغنضيف شويه ديال الماء دافي ونخليها باش شويه تفاعل، وغنوضع الملح من الجانب ونضيف زيت نباتيه جوج معالق، وغنضيف الطحين ديال الفينو نصف كاس عنبه، صافي. دابا نبدا على بركه الله، نبدا نعجن بالماء الدافي، وغنقول لكم شحال خدا ليا ديال الماء دائما بالكاس ديال العنبه العبار، لا ديال الطحين ولا ديال الماء. بصراحه هذا النوع ديال الخبز فهو عامل ضجه هاد الايام، وقلت انا نجربو معاكم، فهو ما كيحتاجش كثرت الدليك او كثرت العجن. فانا وضعت دابا كاس ديال العنبه، فمن الاحسن انكم ديروا العجن ديالكم يجيكم مرخوف. غنزيد واحد شويه صافي، نعجنو بهذا الشكل. فالعجين دائما ملي كتخدموه يكون مرخوف، فالخبز ديالكم كيجيكم ناجح. صافي ما غنبقاش نزيد الماء، كيف ما كتشوفوا معايا العجين ديالو ساهل، غير كتخلطوا مزيان العجين ديالكم باش يتجانس. هو فيه الطحين ديال الفينو فهو غادي يتشرب. صافي نحيد هذا العجين اللي لاصق ليا في يديا بالمعلقه، وغندهنو بواحد شويه ديال زيت نباتيه. صافي غير شويه، ممكن انكم تضعفوا الكميه. ودابا نغطي العجين ديالي بالبلاستيك الغذائي صافي، ونخليه اختامر ونرجع معكم. ودابا اخواتي العجين ديالي اختامر، غنحيد البلاستيك الغذائي عندي هنايا السميد ديال الطحين اللي كنطحنوه في الطاحونه، فانا بغيت نقرص به، ممكن تقرصوا نتوما باي حاجه بغيتوها، بالبلبوله ديال الشعير او لا السميده او لا اللي عجبكم. ودابا بسم الله على بركه الله فوق سطح العمل كنوضع من هذا السميد ديال الطحين، فانا كنخرج الهواء من العجين صافي، وكنوضعو فوق سطح العمل اللي رشيناه بالطحين او لا بالسميد على حسب الرغبه ديالكم.
صافي نبدا نشكلو على شكل كرة ديال العجين. اولا تقسموه على جوج، نقسموه على جوج عاد نشكلو على جوج ديال الكرات. صافي كنلول بالعجين ديالي. صافي نحيد هاد العجين اللي لاصق ليا في يديا. فالعجين ديالي منبل، صافي غنبدا نقرص الخبيزه مع اضافه السميد. صافي غنقرصها مزيان، كيبقى على اختياركم السمك ديالها الا بغيتوه يكون غليظ او لا ترقوا الخبز او لا، على حسب الاختيار ديالكم. المهم انا غنديرو متوسط. صافي عندي المقلاه مدهونه بالزبده مزيان، الزبده ديال العلبه. صافي غنوضع فيها الخبيزه، صافي نوضع فيها الخبيزه ونقادها مزيان. صافي غنغطيها ونخليها حتى تختمر، وغنشكل الكره ديال العجين الثانيه حتى هي بنفس الشكل بحال هكا، ونخليهم حتى يختمروا ونرجع معكم. ودابا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا الخبز ديالنا خمر. صافي انا شعلت عليه النار كيف ما كتشوفوا، النار مهيله. صافي ونخلي الخبزه ديالي تطيب، واكيد خاصنا نغطيوها. تاخذوا شي غطاء وتغطيوها، ضروري انكم تغطيوها مزيان باش تنفخ. صافي نخليها على نار مهيله ونبدا نحرك المقله مره مره من الجوانب باش تحمر ليا. صافي حتى تحمر من الجهه السفليه ونرجع معكم. ودابا اخواتي الخبيزه فهي تنفخات، غتكون دابا تحمرت، غنقلبوها. فمن الاحسن مني تقلبوها تمسحوا المقلات وتعاودوا تدهنوا بواحد شويه ديال الزبده باش تحمر لكم، غير على حساب التحميره. ودابا قلبت الخبيزات، نخليهم يتحمروا حتى يطيبوا ونرجع معاكم. الخبيزات ديال المقله كما كتشوفوا اخواتي بصراحه كيجيو رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طيبتهم. بصراحه رايي فيهم انهم زويونين، فهما عاملين ضجه في هاد الايام. بصراحه كيجيو خفاف واسفنجيين. ودابا اخواتي غنقسم معكم وحيده باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الخبز ديال المقلات. فهذا هو الشكل ديالو، بصراحه كيجي مفشفش. بصراحه كيجي رائع.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. الى فيديو قادم ان شاء الله.